السلام عليكم ورحمة الله. في سيدنا المنصور بالله تتصرف الحجاب الملكية التأديبات الملكية القديمة على برنامج صاحب الجلالة في هذه المدينة الجديدة بمناسبة الموسم الولي الصالح ولي عبد الله أمغار، طالبين منكم دعاء أمير المؤمنين بمزيد من النصر والتمكين وللأمة المغربية بالعيش في رغد وازدهار ورفاهية في ظل عرش الله المجيد. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مولانا أمير المؤمنين سادس المحملين، اللهم كن له السند، اللهم آمين يا رب العالمين، الحامي والباقي المجيب، آمين. اللهم اكلأه برعايتك، اللهم اكلأه بحفظك، اللهم اكلأه برعايتك واكلأه بحفظك، اللهم كن له السند والظهير والحامي والواقي المجيب، اللهم احفظه في حده وتحاله، اللهم اشفيه انت الشافي يا رب العالمين، اللهم اشفيه بشفائك، اللهم اشفيه بشفائك يا رب العالمين، اللهم احفظه بما حفظت بيدك الحكيم، واحفظه في ولي عهد المولى الحسن والمته النبات الحسن، واحفظه في شقيقه المولى الرشيد، واحفظه في شقيقه المولى الرشيد، واحفظه في كافة عائلته الشريفة يا رب العالمين. مولانا الحسن الثاني اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، ومولانا محمد الخامس اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم اهدنا بهداية القرآن وإمام إكرامة القرآن وإنزال خيرة القرآن يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك وتوحدت على دعوتك، فدم اللهم ردها وانطق رابطة روحية بمعرفتك. اللهم نسألك ببلدنا الأمن والأمان، اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل بلدنا سخاء غرقا، اللهم احفظ بغاها وبحارها شمالها وجنوبها غربها وشرقها، واحفظ بلاد سائر المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم علمنا وارحم مبتلى وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.